أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج المؤشر. السياسة المالية والنقدية في العراق بين شد وجذب، والقوانين المصرفية هي العامل الرئيس في رسم تلك السياسات. مناقشة هذه القوانين وأوضاع المصارف نستضيف الأستاذ عبد العزيز حسون، المدير التنفيذي لرابطة المصارف العراقية، ولكن بعد أن نشاهد هذا التقرير. تعديل خارطة العمل للبيئة الاقتصادية هو أبرز ما يدعو إليه اقتصاديو العراق، فهي بحسبهم غير ملائمة لأجواء العمل العراقي، حيث أن أغلب قوانينها لم تكتب بأيد عراقية، بل هي معربة عن اللغة الأجنبية، كما هو الحال في قوانين المصارف وغسيل الأموال والبنك المركزي. كل القوانين تحتاج إلى إعادة نظر بين فترة وأخرى، حتى بالنسبة إلى المواطنين المستعدين هم أو من مواجبهم أصبح هسه يقترحون تعديل القوانين هذه قوانين مهمة بالنسبة للاقتصاد العراقي، بالنسبة لسوق المال، بالنسبة للقطاع المصرفي، يحتاج إلى إعادة نظر. صدرت سنة 2004، يجب أن تصدر حسب الأسس اللي رسمها الدستور العراقي، تشريعها يتم من مجلس النواب أيضا، وبالتالي نصوصها أيضا كانت باللغة الأجنبية وترجمت إلى اللغة العربية، والنص المعتمد هسه حاليا اللغة الأجنبية هي اللي معتمدة، وهذه ما ممكن. العراق بالنسبة إليه يتميز بإصدار القوانين منذ القدم، وبالتالي إحنا نطالب بإعادة تعديل هذه القوانين واعتماد الأسس والقواعد العراقية الرصينة في تشريع القوانين. تشريع قوانين من شأنها فسح المجال للنهوض بالقطاع الخاص هو أهم ما يؤكد عليه الاقتصاديون، والذين شددوا على أهمية وجود بيئة صالحة للعمل بهذا القطاع، والذي يشكل مع القطاع العام تكاملا اقتصاديا للبلاد. بالنسبة للبنوك، أولا هي البنوك حديثة التكوين ونشأتها مو قديمة. البنوك القديمة كانت قبل التغييرات السياسية بالعراق، كانت بنوك على مستوى دولي. الآن بنوك هي بنوك عائلية، رأس مالها ضعيف ما يتناسب. التوجه الدولة هو توجه أشبه يمثل القطاع العام. لحد هاي اللحظة تكلم عن القطاع الخاص كثير، ولكن التحول ضعيف جدا، بحيث أنه البنوك رأس مالها ما يتناسب ويعملها، ومن ثم بنوك الدولة اللي هي الرافدين والرشيد، مجموع الكتلة النقدية اللي تحتويها ضخمة جدا بشكل ما يتناسب ويا وضع الداخل الآن، لأنه المفروض التحولات وبموجب الدستور وبموجب علاقتنا مع البنك الدولي والمنظمات الدولية الأخرى لازم تكون حركة البنوك الحكومية هي أقل، ما أقول أقل، وإنما تدعم البنوك الأهلية حتى تقوم بنشاطها. هناك تكامل اقتصادي يحدث عندما تكون هناك أتمتة في كافة المجالات، ومن ضمنها المصارف الأهلية أن تكون على خطى واحدة مع المصارف الحكومية، وأن تتعامل مع زبائنها بثقة وامتيازات تعطي المستثمر وإلى المودع وإلى الزبون. لذلك نرى هناك ضعف في التعامل ما بين المصارف الأهلية والدولة. هناك قوانين غير ناضجة لتفعيل هذه المصارف وإعطائها الدور الكبير. هناك بعض الأمور التي نتمنى أن تكون الدولة السباقة في إصدار بعض التشريعات لتفعيل هذه المصارف ووضعها في مصاف المصارف الحكومية اللي لها باع طويل في العملية الاقتصادية في العراق. لذلك هناك قوانين تعيق عمل هذه المصارف، وبعض التعامل عدم الثقة ما بين الدولة وهذه المصارف، هذا إلى أدى إلى عدم مشاركتها في الاستثمار وفي دخول الحصول على الفرص الاستثمارية في العراق. ويرى مراقبون أهمية وجود تضامن ووقفات جادة من أجل القيام بتعديلات لأمور كثيرة شرعت في وقت سابق. إشكالية ترجمة القوانين التي وضعها الحاكم المدني بريمر وإعادة صياغتها تتطلب جهدا من مصرفي العراق، فهل ستفرض الحاجة الخروج بقوانين جديدة، أم أن الأمر سيتطلب المزيد من الانتظار لسنوات قادمة ما يترك أثره على الاقتصاد العراقي؟ أمير غازي الإشراق، بغداد.
أهلا بكم مشاهدينا مجددا. رحبوا معي بضيف الحلقة لهذا الأسبوع من برنامج المؤشر، الأستاذ عبد العزيز حسون، المدير التنفيذي لرابطة المصارف العراقية. أهلا أستاذ عبد العزيز. أهلا بكم وشكرا لكم على هذه الاستضافة الكريمة، وشكرا لقناتكم كذلك. ولا شك في أن اهتمامكم بشأن المالي والمصرفي في العراق هو يعكس اهتمام وجدية قناتكم الكريمة. شكرا جزيلا. والتي هي تصب في مصلحة المشاهد وفي منفعة المشاهد وفي ما يحتاجه المشاهد من المعلومات الضرورية. شكرا أستاذ عبد العزيز. أستاذ عبد العزيز، قبل أيام عقدت ورشة عمل في فندق فلسطين عن موضوع القوانين التي وضعت في زمن الحاكم المدني. ما تأثير هذه القوانين على العمل المصارف بالعراق بصورة عامة، وعلى السياسة النقدية أو المالية في العراق بصورة خاصة؟ كما تعلمون أنها قوانين ثلاثة. الأول هو قانون البنك المركزي العراقي، والثاني هو قانون مكافحة غسل الأموال، والثالث هو قانون المصارف العراقية. هذه القوانين الثلاثة هي التي ظلت تحكم العمل المصرفي لما يقرب من منذ صدورها عام 2004 لما يقرب من 10 سنوات الآن. وخلال التطبيق ظهرت هناك الكثير من الاختلافات في وجهات النظر فيما بين النصوص القانونية وبين السلطة التنفيذية المسؤولة عن تنفيذ هذه القوانين، وهي السلطة النقدية المتمثلة بالبنك المركزي العراقي. نعم. وكما هو معروف أن عدد المصارف في العراق أصبح كبيرا، ومما يعكس بالضرورة أو يتسبب بالضرورة في أن تكون هناك الكثير من القضايا التي تحتاج إلى الإيضاح وإلى التفسير وإلى التطبيق. ولكن القوانين الثلاثة كما هو معروف أيضا أنها وضعت بعجالة في حينه، وهذه العجالة جعلت من هذه القوانين نصوصا غير متكاملة تقريبا. نعم. وخاصة أنها مترجمة عن لغة خارج أجنبية. يعني هل هي المشكلة بالترجمة؟ المشكلة أنما يعني غيرت الترجمة روح القانون؟ لا، هو في كل ذلك. يعني هناك شيء جديد في هذه القوانين يختلف عن ما اعتدنا عليه في قوانيننا السابقة، لأن البنك المركزي العراقي مثلا صدر أول قانون له عام 1947، وصدر قانون ثاني عام 1956، وصدر قانون ثالث عام 1964، وهكذا. فإننا معتادون ونعرف ما هي القوانين الخاصة بالبنوك المركزية، ولكن القانون الجديد جاء بأحكام جديدة تسببت بها التطورات العالمية والعلاقات في العالم. نعم، لكي نتماشى مع السياسات النقدية والمالية العالمية. نعم نعم. باعتبار أن العراق عضو مؤسس في صندوق النقد الدولي، وعضو في البنك الدولي وفي صندوق النقد الدولي وفي المنظمات العالمية، فعليه أن تتماشى أوضاعه المالية والمصرفية مع هذه وتطبق نفس القواعد التي يعني يجب تغيير هذه القوانين. ما أثرت هذه القوانين على الاقتصاد العراقي؟ هل كان تأثيرها سلبي أم لم تؤثر أساسا؟ على الاقتصاد العراقي هي لو ننظر إلى ميزانيات المصارف العراقية، سواء كانت المصارف الحكومية أو المصارف الخاصة، فإننا نجد أن نشاط المصارف يقتصر على بعض النشاطات الاقتصادية البسيطة، ولم تدخل في الإسناد الضروري والدعم الضروري لمشاريع التنمية مثلاً وإعادة إعمار العراق. يعني ما تحتاج هذه المصارف؟ لا، يعني ما تحتاج. هل تحتاج قوانين أم هي أساساً عملها محدد؟ القوانين حدت بعض الشيء، بعض النصوص القانونية حدت بعض الشيء من إمكانيات المصارف في أن تدخل
بعمق وبقوة إلى السوق. ومع ذلك ورغم ذلك فإن هذه المصارف استطاعت أن تساهم بفعالية مشهودة اقتصادية يعني في فعاليات ولكن اقتصادية مشهودة في السوق. نعم. ومولت أكثر ما مولت التجارة الخارجية مثلا. التجارة الخارجية كما نعلم أن السوق العراقي سوق مفتوح وتدخل فيه البضائع من مختلف أنحاء العالم، وبالتالي فكان وجود المصارف ضروري. نعم. أستاذ، عقدتم هذه الورش، عقدها البنك المركزي وكانت مشاركة حضرتكم، رأيكم كرابطة ما الحل الذي يجب وضعه للانتقال بالاقتصاد العراقي والمصارف العراقية إلى الأمام؟ لا شك أن ما أقدم عليه البنك المركزي في عقد هذه الورشة ضرورية، وما نوقش خلال أيام هذه الورشة في الجلسات الكثيرة التي عقدت، هذا فتح بابا ضروريا وواسعا أمام الأفكار الجديدة التي اتفق عليها جميع المتحاورين من المسؤولين في البنك المركزي العراقي وإلى مسؤولي المصارف على أن هناك ضرورة لإعادة صياغة القوانين على الأقل. ما أثرت فيه هذه القوانين في المجرى الاقتصادي أو المجرى العمل المصرفي هي لم تؤثر بالأوضاع المالية للمصارف وإلى حركة المصارف ونمو أعمالها، ولكن إمكانيات المصارف هي أكبر من الإمكانيات الحالية التي تقوم. نعم. بها والدور الذي تلعبه. نعم. لأنها كما هو معلوم في العالم أن المصارف هي بمثابة القلب الذي يضخ الدم إلى مختلف أنحاء الجسم. يعني هل هذه القوانين الموجودة الحالية النافذة مقيدة هذا القلب؟ مقيدتها بقيود معينة؟ يعني المصارف الموجودة إن صح تعبير في بقية الدول هل هي يعني خالية من هذه القيود، متخلصة من هذه القيود؟ يعني هل هي قيود فقط في المصارف العراقية المحلية؟ أنا لا أستطيع أن أقول أنها مقيدة، ولكنها لم تفتح أمامه الأبواب جميعها. جميل. نعم. ليتمكن من أن يقدم منتجات جديدة، يقدم خدمات جديدة، وهذه كلها تحجمت بسبب السعي إلى الاستخدام السريع للأموال بالمبادلات النقدية وسوق العملة وسوق العملة. نعم. وهذا بالتأكيد لا ينتج عنه نمو اقتصادي حقيقي. إضافة لذلك فإن غياب المنهاج الاقتصادي العام، يعني لو كان هناك منهاج اقتصادي عام للحكومة، نعم، هذا المنهاج الاقتصادي العام سيتبعه الجميع، يتبع خطواته، إلى أين يتجه، إلى أين يسير، من ضمنها المصارف، ماذا يريد، ومن ضمنها المصارف هي يعني هي جزء من منظومة، هي جزء أو الغطاء الذي يغطي كل هذه الفعاليات التي يقوم بها المتعاملون في السوق. نعم. أستاذ عبد العزيز، هل أنت يعني تبرئ ساحة المصارف الخاصة والمصارف العامة، أم أن السياسة اللي ترسم لهاي المصارف من قبل إدارة المصارف نفسها الخاصة هل هي أصبحت إدارة يعني تنوي أو ترغب بالربح السريع على حساب تقديم الخدمات، أم أن هي مقيدة بسبب مثل ما تحدثت أنت أن هي ما مفتوح أمامها الباب؟ لا هي يعني هو دعنا نقول بكل صراحة. نعم. أن موضوع المصارف نحن في هذه الأوضاع لا نستطيع أن نضع اللوم على المصارف فقط أو نتصور وننتظر أنه إذا أصلحت أوضاع المصارف سينصلح الوضع العام كله، فهو المصارف هي جزء من وضع عام. نعم. بس كان احنا نتحدث بجانب المصارف، جانب المصارف يعني إدارة المصارف ما فعلته؟ يعني هل هي عملت على تغيير الواقع؟ يعني بدت باقتراحات، قدمت اقتراحات، انتم حضرتكم كرابطة مصارف
وارتباطكم بهاي المصارف الأهلية والحكومية، هل هي بادرت مبادرات معينة لتغيير وضعها أم هي راضية في الأمر الواقع؟ لا، إذا تسمح لي، يعني هي بادرت ووصلت تقديم المبادرات، نعم، والمطالبات بإعادة النظر في الكثير من الأمور، ونحن في الرابطة بالتأكيد واجبنا أن نواصل المساعي أو نبلور أفكار المصارف الأعضاء في الرابطة لنقدمها إلى الجهات المعنية، من لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الوزراء إلى اللجان المتخصصة في مجلس النواب إلى البنك المركزي إلى وزارة المالية إلى وزارة التجارة. جميع هذه نحن نتابع القضايا التي تهم المصارف لدى هذه الجهات. أين وصلت هذه المقترحات والأمور اللي تتحدث؟ المهم أن هذه المقترحات هي وصلت إلى قناعة الجهات التي استمرينا وواصلنا مفاتحتها بشأن المصارف، أن هذه الجهات أصبحت تدرك أهمية المصارف وما يجب أن تقدمه من، لا أقول المصارف ليست بحاجة إلى دعم مادي، وإنما بحاجة إلى أن تفتح الأبواب أمامها كما قلت سابقا. نعم أستاذ، هل وضعتم كمصارف خاصة أو حكومية خطة لإعادة هذه القوانين بصياغة جديدة؟ يعني هل موضوع مسودة بهذا الموضوع؟ هذه الحقيقة خلال أيام الورشة، نعم، التي أقامها البنك المركزي العراقي خلال 4 أيام نوقشت القوانين الثلاثة بدقة تفاصيل مادة مادة، نعم، ومقترحات التعديلات والتغييرات في نصوص المواد جميعها أيضا نوقشت، وضعت مسوداتها، ونحن الآن بانتظار أن تكتمل المسودة النهائية لتتم مراجعتها وتقديمها إلى الجهات المختصة لغرض تشريعها. يعني ممكن نتعرف على الجهات المختصة كيف راح يكون سلم الموافقات؟ يعني لو راح ترسلها لمجلس النواب، البنك المركزي يرسلها لمجلس النواب أم يرسلها لمجلس الوزراء يوافق عليها ويرسلها ثم يرسلها؟ بالتأكيد هي البنك المركزي سيتبنى وضع اللائحة، وهناك مسار معين للوائح القانونية إلى مجلس شورى الدولة لتأكد من الصياغة الصحيحة للمشروع، وبعدها تذهب إلى مجلس الوزراء ومنه إلى مجلس النواب. نعم أستاذ، تحدثت بأن وضعت هذه اللوحة وضعت هذه القوانين، ولكن لم نعلم من وضعها، هل هو البنك المركزي أم باتفاق مع المصارف؟ يعني هذه الورشة وضعت لمناقشة المصارف هذه، وهل تغيرت بعض البنود في هذه القوانين؟ مناقشة هذه القوانين كما أشرت سابقا أنها جاءت بعد أن اقتنع البنك المركزي العراقي بأهمية إعادة النظر في نصوص مواد هذه القوانين نتيجة مطالبات المصارف والرابطة بتفسير بعض المواد الغامضة في هذه القوانين، أو أنها تتعارض مع الأسس التي تقوم عليها الصيرفة في العالم، وما تعتقد المصارف أنها تشكل عوائق في سبيل نشاطها الاعتيادي. نعم أستاذ عبد العزيز، قضية دمج المصارف الصغيرة والمصارف الحكومية نناقشها بعد أن نأخذ فاصل قصير. مشاهدينا فاصل ونواصل. أهلا بكم مشاهدينا من جديد، وحلقة عن رابطة المصارف العراقية في برنامج المؤشر، وعودة لضيفي أستاذ عبد العزيز. أستاذ عبد العزيز، قبل الفاصل سألتك عن دمج المصارف، ما تفسيركم لسياسة دمج المصارف؟ كما هو معروف أن عدد المصارف في العراق وصل إلى أكثر من 50 مصرف، وهو عدد كبير لم يسبق للسوق العراقي أن تواجد فيه هذا العدد الكبير من المصارف. المؤشرات عن نشاط هذه المصارف أثبتت أن هناك
تشتت في حجم الموارد المالية لهذه المصارف. أقصد بالموارد المالية مثلا حجم الودائع، ودائع هذه المصارف أصبحت قليلة بالنسبة لكل مصرف، لأن حجم الودائع، كتلة الودائع في العراق معلومة ومحدودة. فإن كانت قد وصلت إلى مثلا 10 تريليون دينار، فهذه نوزعها على 10 تريليون دينار، هذه في المصارف الخاصة. نعم، على 50 مصرف. المصارف الخاصة اللي هي 43 مصرف. نعم، 43 مصرف الخاصة. نعم. هذه المصارف الخاصة إذا نوزع عليها 10 تريليون دينار، كل واحد يأخذ جزء بسيط. نعم. لا، فيما في حين أننا هناك مثلا رؤوس أموال هذه المصارف يجب أن تتجاوز خلال أشهر. نعم. الأشهر القادمة بعد أن تكمل المصارف جميعها زيادة رؤوس أموالها كما طلب البنك أو كما حدده البنك المركزي العراقي. هذه يعني هناك طلب من البنك المركزي العراقي بأن يزيد هذه رؤوس الأموال أيضا ستصل إلى ما يقرب من 10 تريليون دينار. فإذا كانت رؤوس الأموال 10 تريليون دينار، الودائع 10 تريليون دينار، فالعمل يكون ما ضعيف، يعني يكون ضعيف. نعم أستاذ، كمواطن عراقي إحنا نريد نوصل المواطن البسيط، يعني المصرف إذا زادت ودائعه أو زاد رأس ماله، ما تأثير؟ هل المصرف يكون قادر على تمويل مشاريع أكبر مما يعود بالنفع على المواطن؟ هل المصرف إذا زاد رأس ماله راح يكون قادر على منح سلف وقروض؟ أم أن الموضوع متعلق بالسياسة المالية النقدية تنتهجها البلد؟ رأس مال المصرف هو جزء مهم وأساسي من مركزه المالي. فعندما يكون رأس مال المصرف برقم عالي، فإن مركز المصرف المالي يكون قوي، وبالتالي يجعله موضع ثقة الجمهور في التعامل وفي إيداع أموالهم لديه. عندما يحوز هذا المصرف على الودائع الكبيرة، فبالتأكيد أن عليه أن يستثمرها، أن يقرضها. فالإقراض هو إما هناك اتجاهات كثيرة في الإقراض، وهكذا هذا هو شأن الصرف الشاملة. نعم. إنها تقرض للكبير وللصغير، لا تختص بإسناد المشاريع الكبيرة فقط، وإنما المشاريع الصغيرة والمختلفة وحتى السلف الشخصية. نعم، الدمج، ما رأيك بالدمج؟ دمج بين هذه المصارف الصغيرة، يعني المصرف اللي ما يقدر يحقق السقف المطلوب منه برأس المال، هل هناك مقترح لدمجه بمصرف آخر؟ لو هاي بيها الأمر صعوبة. الحقيقة هذه منذ سنوات عدة. نعم. ونحن في الرابطة نناقش هذا الموضوع مع المصارف، وإلى ضرورة أن تتكتل هذه المصارف مثل ما يحدث بالعالم. يعني نعم. هناك مصارف كبيرة في العالم. يعني أكو مثيلات هاي. اندمجت مع بعضها وكونت كتلا كبيرة وقوية. لمواجهة المخاطر، لمواجهة تحديات الأسواق. فموضوع الدمج المصرفي، فنحن لازلنا نأمل. نعم. من وأعتقد نحن نشرك مع البنك المركزي العراقي في هذه الآمال، في أن تقوم هذه المصارف في الاندماج فيما بينها لغرض تقوية مراكزها المالية. لأننا نجد أن حتى 250 مليار دينار كرأس مال لمصرف هي لا تساوي أكثر من 220 مليون مليون دولار. هذه إذا نقيسها بالمصارف في المحيط العراقي، نجد أن هناك مصارف كانت أصغر كثيرا من مصارفنا، والآن رؤوس أموالها تصل إلى 2 مليار دولار و3 مليارات دولار. وهناك المصرف، أحد المصارف الخليجية،
رأس ماله يصل إلى 16 مليار دولار. فهذه بالتأكيد يعني شكل قوة مالية وقوة مؤثرة. إذن الدمج بين المصارف والقطاع الخاص هي ظاهرة صحية للبلد. هل تنعكس هذه الظاهرة وتكون ظاهرة صحية إذا كان الدمج بين المصارف الحكومية؟ المصارف الحكومية الآن لا زالت بانتظار أن تعاد أو تكتمل إعادة هيكلتها كما هو قائم كمشروع منذ حوالي 6 سنوات. وهذا المشروع كان بمعاونة من البنك الدولي وإلى آخره، ولكن لا زالت المصارف الحكومية بحاجة إلى أن تعيد هيكلة أوضاعها، وبإمكانها في ذلك الحين أن تلعب دورا مهما في موضوع الاندماج المصرفي، خاصة وأن هناك التوجه العام في العراق يقول أن الاقتصاد العراقي يجب أن يتوجه إلى اقتصاد السوق وإلى تنشيط القطاع الخاص وإلى آخره. نسمع كثيرا من أنباء أن القروض 100 راتب أو أكثر، أو هناك قروض ميسرة من مصارف هي بتمويل من مصارف خليجية. هل هذا أولا الأمر صحيح؟ الحقيقة لا، لم نسمع بهذا. يعني هذا لا لم نسمع بهذا، وإنما يعني وإحنا نريد نوضح هاي مجرد شائعة. يعني هذه برامج للمصارف الحكومية الرافدين والرشيد، هي تقرض موظفي الدولة بهذه الحدود. جميل. إذن هذا الموضوع عبارة عن شائعة. نعم. بعد ما عرفنا هذا الموضوع شائع، هل أنتم مع عملية إقراض المواطن بهذه الطريقة الفائدة السنوية، أم وضعتم مقترح آخر لإقراض المواطن؟ ما يجري الآن في السوق العراقي كما هو واقع، أن الدولة العراقية تدفع شهريا بين 6 و6.5 تريليون دينار أجور ورواتب نقدا. نعم. هذه تنزل كل شهر، تنزل للسوق 6.5 تريليون دينار تنزل للسوق أجور ورواتب للعاملين في الحكومة. هذا رقم هائل. أين يذهب هذا؟ علينا أن نسأل أين تذهب هذه الأموال؟ بالسوق العراقي. بالسوق يجب أن تودع في الدورة، تقول الدورة الطبيعية للعمل الاقتصادي تقول أنها يجب أن تستقر في خزائن المصارف. نعم. وهذا لم يحدث، لأنه السوق العراقي اليوم لا يخضع لضوابط، لا ضوابط نظامية ولا ضوابط برمجية. فنرى أن الذي يأخذ راتبا بحدود 1 مليون دينار تجده لا يكاد يوصله وعائلته إلى نهاية الشهر مثلا. نعم. وهذا انفاق غير ممنهج، يعني غير ممنهج. مؤشرات يعني هذه الرواتب العالية اللي ارتفعت الرواتب لا شك بالعراق. نعم. هذه لم ينتج عنها مثلا زيادة في المدخرات. الآن المدخرات تهبط. نعم. تهبط والمصاريف. أستاذ، لو نذهب إلى موضوع آخر، موضوع علاقة المصارف العراقية بالقطاع الخاص بمثيلاتها بالدول المجاورة بالإقليمية، يعني كيف تقيم هاي العلاقة؟ كان الحقيقة منذ أكثر من 5 سنوات توجيهات البنك المركزي العراقي أن على المصارف أن تقيم علاقات مع مصارف خارجية لغرض تمرير أو تبادل المعاملات معها، المعاملات المصرفية. نعم. والمصارف العراقية الآن تقوم لديها علاقات مع الكثير من المصارف الخارجية، وتقوم بتبادل المعاملات معها من اعتمادات مستندية إلى تحويلات مالية إلى خطابات ضمان. وتستخدم المصارف العراقية اليوم أو مشاركة هي في شبكة
التحويلات العالمية التي يطلق عليها اسم مختصر اسم سويفت، سويفت سيستم. هذا طبيعي، هذا شبكة عالمية توصل أي دفعة من بغداد إلى أي نقطة في العالم. هذه بالتأكيد هو تطور في الصرف العراقية، والآن المصارف تتبادل المعاملات ولديها حسابات خارجية. لدى المصارف يعني هل هذه العلاقات بمستوى الطموح؟ بالتأكيد لا، ليست بمستوى الطموح، بدليل أن الكثير من المصارف الخارجية الآن لا زالت تشترط على المصارف العراقية أن تودع لديها المعادل لقيام معاملاتها، مثلا تأخذ هامشا عاليا من الإيداع النقدي أو التأمينات، سميها ما شئت، وهذه طبيعي مؤشر غير. نعم، ما العوامل المفروض تواجدها لكي تكون العلاقة متوازنة بين المصارف بالداخل والمصارف الخارجية؟ يعني ما الأعمال اللي يجب أو الطرق اللي يجب سلوكها من قبل المصارف الخاصة؟ بالتأكيد هو التعامل المصرفي هو ثقة. عندما تستطيع المصارف العراقية أن تقنع المصارف الخارجية بجدارتها وقدرتها على أداء قيام معاملاتها التي تبادلها، بالتأكيد ستحوز على ثقة المصارف الخارجية. لكن هناك الأوضاع الداخلية في كل بلد هي تحكم لها أحكامها هذه. نعم، فهذا قاعدة معروفة، هي يطلق عليها الكانتري ريسك، مخاطر البلدان، هذه نعم. عامة نعم. أستاذ عبد العزيز، إيقاف بعض المصارف من قبل البنك المركزي كما حدث مع مصرف الوركاء، هل هذه ظاهرة صحية أم سيئة على الاقتصاد؟ الحقيقة هذه اختلطت بها وجهات النظر، لكن البنك المركزي اتخذ قراره بإيقاف، بغض النظر عن الحادثة المعينة، لكن إيقاف بنك مركزي لبنك خاص، هذه ظاهرة صحية أم ظاهرة سيئة على الاقتصاد؟ هو بالتأكيد هذا يعني هذا إجراء البنك المركزي كان يعني علينا أن نعترف بأنه كان آخر الدواء، يعني آخر الدواء، لأن يعني سبقت عدة محاذير أكيد للبنوك الخاصة. بالتأكيد البنك المركزي، البنك المركزي يراقب ويشرف على أعمال، يعني إذا بقى هذا البنك الخاص بدون أن يوقف البنك المركزي، هل يؤثر سلبا على الاقتصاد؟ أكيد. سؤالنا الأستاذ عبد العزيز، قضية الاستثمار، تمويل الشركات الاستثمارية أو على الأقل التعامل المصرفي معها في العراق، هل تعتقد أن المصارف العراقية الخاصة قادرة أو الحكومية قادرة على تمويل المشاريع الاستثمارية الضخمة اللي ناوي العراق يعني أن ينفذها؟ الأموال المتوفرة لدى المصارف العراقية سواء حكومية أو خاصة، هذه الأموال تمكنها من أن تسند وتدعم أي مشروع مهما كان حجمه أو مستواه، لأن وهناك توجه الآن لدى المصارف الخاصة بالذات بالاتفاق مع مصرف التي بي آي، ولا زالت المباحثات قائمة، وكان لدينا اجتماع هنا الأسبوع الماضي في بحث موضوع القروض المشتركة لإسناد هذه الفعاليات الكبيرة التي تفضلت بها والتي تحتاج إلى أموال كبيرة. يعني هناك خطط موضوعة ودراسات موضوعة لتمويل المشاريع. أستاذ عبد العزيز حسون، المدير التنفيذي لرابطة المصارف العراقية، شكرا جزيلا لمنحك هذا الوقت لبرنامج المؤشر. مشاهدينا، إلى هنا نأتي إلى نهاية حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج المؤشر. ملتقانا الأسبوع القادم، إلى ذلك الحين نستودعكم الله وإلى اللقاء. شكرا جزيلا.